صباح الخير والهنا والسعادة والرزق وكل حاجة حلوة يا رب. كده دايما نصحى ويبقى عندنا نوع من التفاؤل وحب للحياة وحب الخير للناس والتفاؤل دايما كده في كل خطوة بنعملها، ونحاول على قد ما نقدر. لأن عايز أقول لحضراتكم وسريعا كده، كنت بقرأ امبارح بالمناسبة مقالة عن الاكتئاب. الاكتئاب من أكتر الأمراض النفسية المنتشرة في العالم بشكل كبير جدا، بنسب عالية جدا، ده في العالم كله، حتى في الدول المتقدمة اللي كل حاجة عندهم واللي فيها رخاء في الناس بتزهق، تخيل. صباح الخير والرضا دايما بيكون من القلب زي ما بيتقال. مش لازم يبقى عندك كل حاجه حلوه، مش لازم كل امورك تبقى ماشيه زي ما انت عايز، بس المهم الواحد بيبقى راضي وسعيد باللي ربنا مديهوله، وبيحاول ان هو يطور نفسه على قد ما يقدر. صباح الفل والخير وحلقه جديده ومنتصف الاسبوع و10 الصبح في الاهلي. بونجور، ايه رايك بقى في الكلمتين زي الفل زي الفل؟ لا بس والله لا، بصي خلي بالك والبقين دول هياخدوا الحلقه في حته ثانيه. انا رايي كده انا رايي كده والله. صباح الفل عليكي، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي كالعاده، هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن كل الاخبار وكل المستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي، الى جانب طبعا حديثنا معاكم عن الرياضات المحليه المختلفه وكذلك العالميه، تغطيتنا للصحافه الرياضيه الى اخره. كل اللي بنعمله ده دايما بيكون في الساعه الاولى من البرنامج، وكالعاده الساعه الثانيه بيكون معانا فيها فقرتين حواريتين. الفقره الاولى ودي تفصيل عايزين نقف عندها ثواني، الحقيقه يعني لازمنه يعني مش قليله والفترات زمنيه مش قليله، كان في ناس كتير بتتعامل مع الشطرنج على اعتبار ان هو اي حاجه في الدنيا غير ان هو رياضه. يعني بيقول لك وسيله للتسليه وتمضيه الوقت وكلام، ايوه بنضيع وقت، لكن هو 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 رياضه، واحد من او واحده من الرياضات الذهنيه. ومش بس احنا عندنا الرياضه دي في مصر، لا ده احنا عندنا الاتحاد المصري للشطرنج اللي هينورنا طبعا رئيسه الاستاذ هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وكمان عندنا ابطال عالم واحد منهم هيكون مشرفنا في حلقتنا النهارده ان شاء الله، احمد علي بطل العالم في الشطرنج، وكمان هو المدير الفني لمنتخب الناشئين. كل ده هيكون في الفقره الاولى، وتاني واخر فقراتنا هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود وحوار حول موضوع يهم كتير منكم. بص، يمكن الفقرات الطبية المختلفة اللي احنا بنتكلم عنها كل فترة بتكون خاصة بالصحة البدنية، لكن الصحة النفسية شق أساسي وجزء لا يتجزأ من الصحة ككل، الصحة العامة. لأن لو أنت عندك مشكلة نفسية كريم بتتأثر بشكل ممكن تأثر على الصحة البدنية، وممكن لو أنت عندك العكس، ممكن لو نفسيتك وحشة للأسف الشديد يعني النتائج بتاعة مشكلة عندك مثلا أو مرض مزمن يتفاقم، لأن أنت نفسيا مش مستعد أو مش جاهز أو في نفس الوقت محبط، حاجات زي كده. بمناسبة المقالة اللي أنا كنت بقراها امبارح، وعلى فكرة هي مش مقالة بس هي دراسة، خليني أقول لحضراتكم لأن الموضوع فعلا مهم. قصة أن الواحد يبقى عنده روح انهزامية ده شيء سيء جدا، ده كانوا بيعبروا عنه أن بني آدم حي بس ميت، روحه ميتة، فده شيء سيء للغاية كريم بجد. الموضوع مش كلام وخلاص أو مش حاجة طالعين نبدأ بيها، لا بس بجد الصحة النفسية أساس، يعني زي ما تقالك هو المطور بتاع البني آدم أن هو يكمل أصلا. كلنا عندنا مشاكل على فكرة، وكانوا بالمناسبة جايبين في المقالة دي اللي هي برضو بيزد على دراسة، بيقولك إيه بقى، دي عجبتني قوي، بيقولك البني آدم أو الإنسان هو الكائن الوحيد في الدنيا اللي لما بيفشل مرة أو اتنين في حاجة هو بيحاول فيها بيحبط. على جاب لك بقى أمثلة تانية كائنات حوالينا، يقول لك مثلا على سبيل المثال في الغابة أي حيوان، ضربوا مثال بالأسد، محاولات أنه هو يصطاد فريسة بنسبة 75%، هم اللي حاطين الرقم كده، نسبة 75% بتفشل بس بيحاول. البني آدم الكائن الوحيد اللي هو لما بيحاول مرة ويفشل بيزعل، قال لك مفيش حاجة اسمها كده، حاول مرة واثنين وثلاثة لأن دي طبيعة الحياة، مفيش حد من أول مرة بيوصل. فضربوا أمثلة، فأنا عجبتني بصراحة، مش عارفة ليه بنكتئب أول لما نحاول، يعني جرب تاني. على ذكر الإصرار والدأب على فكرة ان انت تحاولي دايما توصلي للهدف اللي انت عايزاه، شوفي انت بتقولي ايه، انا بقى بالصدفة البحتة، بس ده ما كانش دراسة ولا حاجة قريتها، ده كان بوست موجود على الفيسبوك شفته امبارح او اول امبارح، شاب مصري مقيم في احدى الدول الاوروبية وكان بيدرس هناك في واحدة من جامعاتها، وتخرج وقعد لمدة سنتين ونص او ثلاث سنين مش متذكر قوي، المهم انه قعد يخاطب شركة عالمية، مش هينفع اقول اسمها عشان ما بقاش اعلان يعني، بس احدى الشركات العالمية، لغاية لما في الاخر وافقوا على طلبه، طلبه ده كان رقم كامل وافقوا عليه؟ قرب ال 400. يا قعد 400 في سنتين ونص، قعد 400 يعني هم تقريبا خدوه من كتر الزنق، بس بصوا الدأب والإصرار. صح طبعا، صح، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لازم يبقى ادم عنده إصرار. هي دي الدنيا، لو كل حاجة بتجي لك كده سهلة وكل حاجة متاحة اكيد مش هتبقى فيه متعة في الاول وفي الاخر. على كل حال حبينا بس نبدا بشويه طاقه ايجابيه كده مع حضراتكم، خلينا كمان نتكلم ونبدا بقى اخبارنا ونعلق على حاجه اعتقد برضو مهمه جدا، وبقالنا كتير
يعني بنقولها وما شفناهاش، وهي فكره هنا الاجتماع اللي كان بالامس لفيتوريا مع كل مدربين الانديه. ليه الاجتماع ده كان موجود؟ عشان هو قال انا عايز اشوف رؤيتهم، عايز اشوف خططهم في المرحله اللي جايه. يعني احنا يمكن شفناه زار الاهلي والزمالك وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا وانديه كمان في اسكندريه، بيتكلم على سموحه والاتحاد، شفنا ده. لكن هو من وجهه نظره ده مش كفايه، هو مش بس عايز يروح يشوف، لا هو عايز يعني يحضر مباريات وكمان يتكلم في التفاصيل. هو ده اللي كان بيوضحه، او ده اللي بيوضح لنا باختصار كده ان الراجل ده جاي زي ما احنا كنا عايزين، ده جاي يشتغل بجد يا كريم، جاي يحط خطه، ومش بنتكلم قصيره المدى بس، لا قصيره وطويله المدى للكره المصريه. انا اعتقد ان ده كان تصرف رائع، نال اعجاب ناس كتيره. خليني اقول لحضراتكم ان هو يقعد ويتكلم ويتناقش مع المدربين، يشوف الافكار عامله ازاي. فكره هنا اصلا تطوير كره القدم هي موجوده عندهم ولا لا؟ يعني انا بشوف ان دي كلها خطوات نحو الخطه، او زي ما بتقال كده تحقيق الخطه على الارض. اللي هو جه قال لك ايه، هو اللي قال على فكره مش احنا، هو لما جه قال لك انا عايز اطور هذه المنظومه، واحنا قلنا احنا عايزين حد يطور لنا هذه المنظومه، فاحنا مستنيين نشوف اللي بيحصل. ده دلوقتي بوادر حلوه جدا، انا قاعد وطالما انا مسؤول عن منظومه كره القدم المصريه يبقى انا ليا كامل الحق ان انا اشوف كل الانديه واتابع كل الخطط واشوف المدربين دول افكارهم عامله ازاي واقيم. بالمناسبه له الحق ان هو يقيم، وله الحق ان هو لو شايف حد مش كفء في مكان معين ان هو يغيره. على فكره ده حقه جدا، لان هو اللي هيسال في الاخر عن هذه المنظومه. فبالتوفيق، خطوات كويسه جدا، وناس كتيره جدا نالت استحسانها الخطوات دي. فبالتوفيق، حاجه اعتقد هنشوف، بس يعني دي لسه بوادر، مش هنقف عند هنا، اكيد عايزين نشوف بعد كده ايه اللي هيحصل. المفروض ان اللي هو بيعمله ده العادي اللي لازم يتعمل، وده المنطقي. ولكن نظرا لان احنا قعدنا فترات مش قليله ما بنشوفش المنطق ده بالزبط. يعني متحقق، فكانت حاجه بالتالي ملفته للانظار ان هو فعلا يعني يزور كل الانديه ويتابع كل المباريات ويشوف التدريبات كمان الخاصه بكل فريق ويتناقش مع كل مدرب على حده. فيتوريا الحقيقه بيشتغل من اول لحظه وصل فيها وبيتابع كل التفاصيل، وشفنا ده كمان لما كان بيتابع منتخب الشباب في البطوله العربيه ومجموعه الرسائل لكل اللعيبه اللي كان بيوجهها لكل اللعيبه قبل بدايه كل مباراه ليهم. ومن وجهه نظري يعني اعتقد ان يعني والله اعلم كده شكلنا الاربع سنين الجايين، وهي طبعا مده عقد فيتوريا، ان شاء الله شكلنا هنشوف تغيير جذري في شكل المنتخب اللي اعتقد انه هيضم كذا عنصر من الشباب، سواء من الشباب اللي صعدهم النادي الاهلي والزمالك او العناصر المحترفه اللي كانت مع منتخب الشباب، عايز يبني عليهم عشان الفتره الجايه ان شاء الله نشوف تغيير شبه كامل للمنظومه من ناحيه، ومن ناحيه بقى كمان الشكل العام بتاع المنتخب بتاع المفروض يكون عليه زي ما تعودنا عليه في ازمنه سابقه. كانت منتخب مصر ده منتخب يخوف ويخوف فيه الناس. انا بتفق يعني معاك كريم، في فترات ما يعني او في فتره ما خلينا نقول كان منتخب مصر فعلا يعني له ثقله، لكن برضو اللي احنا دلوقتي لو هنتكلم بطريقه فار، لا احنا لسنا الافضل الان، اكيد عندنا مشاكل، عندنا مشاكل نفسنا ان احنا في امور معينه تحل تتغير، اكيد. بس في نفس الوقت برضو شق انا نفسي يعني ده طلب، بما ان انا واحده من جماهير طبعا الكره المصريه، وده مش طلبي لوحدي، اكيد ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، لازم يتم تغيير برضو ثقافه اللاعب يا كريم. ما ينفعش يبقى ثقافه لاعب منتخب مصر من اي نادي بقى جاي ان هو يبقى بفكر محدود، لازم اتعامل بشكل احترافي. لازم الشكل الاحترافي انا بشوفه مين، لو هديك مثال على لاعب كره قدم بجد عنده هذا الفكر، هو كريستيانو رونالدو. بصراحة ملتزم من أول يوم دخل هذا المجال لحد هذه اللحظة، بنتكلم قرب يعتزل، أو يعني ما أعرفش هيعتزل إمتى، بس يعني في دلوقتي آخر الثلاثينات. أنت بتتكلم عن واحد مثال فعلا للاعب محترف، مفيش، ما شفناهوش مرة بقى ساب تمرين وراح سهر في حتة، ما طلعتش عليه مثلا إشاعات معينة، ما قلناش مثلا أو سمعنا أي مقال بيتكلم إن هو لاعب مش كفء أو لاعب حصل له دروب في فترة ما أو مش ملتزم من ناحية التدريبات البدنية أو غيره أو غيره، ما حصلش. فأنا نفسي الشق ده كمان يتم التركيز عليه. أنا عشان أغير منظومة كاملة ليها أفرع كتيرة جدا، منها الثقافة بتاعة اللاعب المصري لازم تتغير، لازم يبقى فيه ديديكيشن زي ما بتقال أو تفاني أكتر. بصراحة يعني خلينا نتكلم بصراحة يا جماعة، لو طالما عايزين نحل لازم نتكلم بصراحة، قصة مش بس قصة مدرب جديد يجي وشكرا ونبتدي نقيمه ولعبنا ماتشين ما عجبناش ومشيناه، قصة مش كده أبدا. كلنا مسؤولين في هذه المنظومة، إحنا حتى كجماهير. ف يعني ده رأيي. زي ما كنا بنقول الفترة اللي فاتت على بعض لاعبي النادي الأهلي اللي شفناهم بأداء مهتز جدا 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 وبعيد كل البعد عن المستوى المعروف
عنهم يعني. نفس الكلام اللي قلناه وقتها، فكرة إن اللي مش قد، اللي مش حمل التيشيرت بتاعت النادي الأهلي ما يلبسهاش. نفس الكلام يتقال على أي فريق، نفس الكلام يتقال على المنتخب المصري. يعني لو سيبنا الموضوع لأهواء اللعيبة خلاص، والله اللي عايز يلتزم أهو لنفسه، اللي عايز ما يلتزمش أهو برضه لنفسه، هو الوحيد اللي هيدفع ثمن ده. بالظبط، متفق معاك في النقطة دي. لو في الآخر اللي أنت اللي هتحاسب على الفاتورة بتاعتك باللغة. خلي بالك احنا بنتكلم على تيشيرت منتخب، بغض النظر احنا بنتكلم على بلدنا وبتاع. تيشيرت اي منتخب دي مسؤوليه كبيره جدا لاي لاعب لابسها، يعني ما ينفعش يكون في اي مساحه للتقاعس، للتكاسل، للتراخي. والله في تراخي، اتفضل اقعد على جنب، في مليون حد تاني تم تجهيزهم قبلها وجاهزين في اي وقت، زي ما حاصل مع بدلاء النادي الاهلي في الفتره الاخيره من الشباب. ما فيش حاجه بتقف عند حد يا كريم، دايما بيجي الافضل طالما انت ما اخدتش المساحه واثبتت نفسك ومسكت في الفرصه اللي معاك، ده اكيد. خلينا نروح بعد كده سريعا، خبر سريع جدا زي ما حضراتكم اكيد تابعته. اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم قائمه بقى الانديه المرخص فيها هنا المشاركه في بطولتين، بنتكلم دوري ابطال افريقيا وكاس اكيد الكونفدراليه. ايضا شهدت القائمه تواجد هنا الاهلي والزمالك في انديه دوري ابطال افريقيا، وبيراميدز وفيوتشر في قائمه الانديه المشاركه بكاس الكونفدراليه. بالتوفيق لكل الانديه المصريه ان شاء الله نشوف كوره حلوه. مهم ان احنا نشوف كوره حلوه، على فكره التنافس حلو برده، فكره يبقى في تنافس وفي انديه يعني بتلعب غير ما انت متوقع. وعارف زي برده الموسم اللي فات، على فكره الموسم اللي فات احنا قعدنا نتوقع في بعض الانديه ابهرتنا وفي بعض الانديه صدمتنا يعني صحيح. ففي ده وفي ده، بس ده بيكون في الاول وفي الاخر حلو، التنافس بيكون شيء حلو اكيد، وفي مصلحه محبي وعشاق كره القدم اللي نفسهم يتفرجوا على أكيد. دوري مولع بالمعنى الحرفي، وما نقدرش نستنتج لا في اوله ولا في نصه ولا حتى قرب اخره مين اللي ممكن يحصل على يعني الدوري. يعني نفسنا كلنا نوصل للمرحله دي ان شاء الله، يحصل قريب. عايزين كمان نتكلم مع حضراتكم ونقول لكم على خبر دي علاقه بمجموعه من القرارات الحكوميه اللي صدرت مؤخرا. في هذا الاطار اكد السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي متابعته المستمره لتطبيق قرارات الحكومه المصريه بقياده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشان اتخاذ بعض التدابير اللازمه لتنفيذ خطه الدوله لترشيد استهلاك الطاقه بالمباني والمرافق التابعه لمختلف مؤسسات الدوله. اكد انه بالتنسيق مع رابطه الانديه المصريه المحترفه وكمان الاتحاد المصري لكره القدم تم التنسيق بشان بدايه الاجراءات الخاصه باقامه مباريات الدوري بدايه من الموسم المقبل في الساعه 7 مساء لتوفير التوقيتات التي يتم خلالها اضاءه الملاعب قبل المباريات بعده ساعات. كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تطبيق هذه القرارات على مستوى كافة المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وديوان عام الوزارة وكمان مديريات الشباب والرياضة ومختلف الاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية. وبالفعل بدأت الوزارة في ترشيد استخدام الكهرباء بكافة المنشآت الشبابية والرياضية بعدم استخدام الإضاءة العالية وبما لا يخل بعوامل الأمن والسلامة. وأكد كمان على ضرورة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتوحيد العمل بالكشافات الليد الموفرة للطاقة، وإن شاء الله ينتج عن كل هذه الإجراءات ترشيد ملحوظ ومطلوب للطاقة في الفترة دي. هي الليد أصلا بتوفر طاقة وبتوفر فلوس، خلي بالك، فهي يعني طيب خلينا نروح بقى مع حضراتكم بعد كده، لان دي استكمالا ل يعني البطولات الدوليه اللي بتنظمها مصر وبتواصل اكيد برضو استضافتها بشكل محترف. خلينا نقول هنا يعني بجد اخيرا بقى قامت مصر باستضافه البطوله هنا العربيه العشرة لمنتخبات الرجال للبولينج، والبطوله ايضا العربيه السادسه لمنتخبات السيدات للبولينج. المفروض ان هي هتخلص او هتنتهي يوم الخميس اللي جاي. طيب مين اللي بيشارك في البطوله دي؟ عندك الكويت والسعوديه والامارات والبحرين، العراق، الاردن، اليمن، سلطنه عمان وقطر ومصر. اللجنة بقى المنظمة للبطولة دي أكيد بتحرص بكل الأشكال على أن هي تخرج أو تخرج هذه البطولة بالشكل الأمثل. بنتكلم هنا برضو على كافة المستويات، سواء احنا تنظيميا، إداريا، فنيا، علشان انت تقدر تحقق النجاح كمان للبطولة على غرار بقى كل البطولات اللي تم تنظيمها أيضا في مصر. طيب دي نقطة كويسة جدا وأكيد حاجة تشرفنا جدا، وأكيد لما تيجي تتكلم عن أن مصر أصبحت وجهة مشرفة المختلف هنا الاتحادات العربية والقارية والدولية عشان تستضيف منافسات زي كده في ضوء كمان الدعم الكبير اللي بتقدمه يعني كل كيانات الدولة، أعتقد ده شيء مبشر جدا. فإحنا دلوقتي بقالنا كم أسبوع ولا كم شهر ولا كم سنة بنتكلم عن بطولات مختلفة مصر بتنظمها مقارنة بدول تانية، خلي بالك أنت فرانك تاني خالص، فدي حاجة كويسة جدا أعتقد، لأن تاني منها في شق
ليه علاقة بالسياحة الرياضية، والسياحة الرياضية ليه علاقة بالدخل القومي، ويعني سلسلة مربوطة كلها ببعض. فيعني أعتقد حاجة كانت محترمة جدا، أو حاجة بالفعل دلوقتي محترمة جدا. آخر سنتين مبدئيا على الأقل ده اللي احنا لامسينه، بحكم إن احنا مع حضراتكم في البرنامج، هنا البرنامج يعني بقالنا حوالي سنتين، احنا تقريبا فعلا كل ما يعني يكاد يكون ما بيعديش شهر غير لما بنتكلم مع حضراتكم وبالتفصيل عن بطولة رياضية ما بتنظمها مصر، سواء في مناطق سياحية سواء في الاستاد أيا كان. لكن الحقيقة وفي كل الرياضات احنا اتكلمنا عن السيارات، الدراجات كان ليها سباقات كتير، الاسكواش كان ليه مجموعة كبيرة من البطولات، يعني كل الرياضات كان ليها فعاليات محترمة جدا يعني نظمتها مصر وأثنى عليها كل المشاركين، وطبعا تبعتها الصحافة الرياضية العالمية من كل مكان. على ذكر بقى كمان الإنجازات المصرية، تعالوا نروح لإنجاز مصري جديد، وهنروح تحديدا للسباح محمد الحسيني، وهو واحد من أبطالنا من ذوي الهمم، واللي نجح مؤخرا في عبور المانش. طبعا أكيد إنجاز كبير جدا، والأحلى كمان أنه تم اعتماده من الاتحاد الإنجليزي كمساعد رسمي للمدرب في المياه المفتوحة وبحر المانش، يعني أصبح مساعد للكابتن خالد شلبي عضو الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش، وهي كمان شروات حافظ بطلة الأولمبياد. طبعا إنجاز حقيقي محترم جدا بنهنيه عليه. يعني كابتن خالد شلبي احنا كان لينا الحظ حقيقي والشرف ان احنا نستضيفه أكتر من مرة عندنا، وهذه الشخصية اللي أنا على المستوى الشخصي بحترمها جدا جدا، راجل مؤدب ومهذب ومحترم ومتواضع، وهو بطل كبير جدا بس طبعا من سنوات في الثمانينات يعني، لكن قدر ان هو يعمل انجاز كبير جدا، ومش بس ان هو يبقى من اصحاب الهمم ويعدي المانش ويعمل رانك جديد لمصر وغيره، لا هو كمان شخصيه بتديك امل. يعني النجاح اللي هو وصل له يا كريم في الفتره دي اعتقد ادى امل لكل فئه ذوي الهمم ان ما فيش حاجه اسمها عشان انا خلقت بظروف معينه ان حياتي انتهت. اكيد ربنا مش جايبنا عشان يعذبنا، ما فيش حاجه اسمها كده. كل حد فينا بيبقى لازم عنده هذه الروح اللي هي انا عايز اعمل حاجه في الدنيا، انا مش هاجي اقعد في ناس سلام. واحنا انا وكريم على فكره انا وانت كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح في الفاصل، يعني نقول ناس نعرفهم ما عندهمش مشكله خالص لكن ما بيعملش حاجه في حياته، قاعد كده بس وما عندوش اي مشكله غير ان هو عنده اكتئاب، روح انهزاميه. شوف انت لما بتدي يعني امل للناس بان انا مهما كان ظروفي شوف انا واصل لايه. فمحمد الحسيني ده يمكن نموذج اكثر من رائع. عايز اقول لحضراتكم لو عايزين تتابعوه اكتبوا محمد الحسيني على تويتر، شوفوا الناس قد ايه من كمان خارج مصر بيتكلموا عنه، وقد ايه ده شعلة أمل لناس كتيرة، ومش بس الناس من ذوي الهمم بالمناسبة إحنا كمان ده بجد. فربنا يوفقه ويكتب له كل الخير هو وكل الأبطال بتوعنا من ذوي الهمم اللي بجد بيشرفونا وبيرفعوا اسم مصر في محافل دولية مختلفة، حاجة بجد تشرف. خلينا نروح مع حضراتكم بعد كده وموضوع اتكلمنا عنه امبارح، واتكلمت بالتحديد مع حضراتكم وقرينا المانشيتات اللي اتكتبت، وقلت لحضراتكم قد ايه الموضوع ده عامل يعني غضب شويه في الصحف الانجليزيه، لان الاتحاد الانجليزي لكره القدم هو بقى بناء عن اللي حصل امبارح ده وجه اتهامات لتوماس توخيل مدرب تشيلسي، وطبعا انتوني كونتي مدرب توتنهام لسوء السلوك اللي احنا كنا بنتكلم عنه امبارح بعد ما اشتبكوا في المباراه اللي هي كانت وصفوها بمباراه متوتره اصلا انتهت بالتعادل 2-2. طب ليه ده حصل؟ تاني نفكر حضراتكم في مشاده كانت بينهم امبارح او في المباراه يعني، واضطر لاعبه واعضاء الجهاز الفني في الفريقين للفصل بينهم. شوف موضوع او مشهد برضو مش معتادين نشوفه من مدربين، ممكن كنا نشوفه من جماهير لكن من مدربين صعب. طرد الحكم المدربين، وهنا قال الاتحاد في بيان بيزعم ان تصرف المدربين كان غير لائق تماما بعد نهايه المباراه، ويمكن كمان المدربين كان الرد على هذه الاتهامات ليهم كان موجود حتى يوم او موجود هيدوم المساحه لغايه يوم الخميس اللي جاي. والاتحاد الانجليزي بيحقق ايضا في تعليقات المدرب الالماني، انا بتكلم هنا عن توخيل، عن الحكم لما هو راح او يعني كان غاضب بسبب التحكيم او يعني بالذات حكم الفار وقتها. فده اللي حصل، وشيء برضو غريب عليه علامه استفهام زي ما احنا كنا بنتكلم يا كريم امبارح، لان مش السلوك اللي احنا نعرفه تاني عن مدربين البريميوم ليج. يعني ده امر غريب بس ده الجديد في الخبر بتاع امبارح. امبارح احنا عرضنا بس المشكله، النهارده بنتكلم عن الاتحاد يعني الانجليزي اخذ خطوه لان ده بالنسبه لهم شيء اكيد مرفوض تماما. لو اثنين مدربين كبار والفريقين كبار في الدوري مش معتاد ان احنا نشوف المنظر اللي حصل ده الحقيقه. تعالوا بقى نروح لتفصيله ثانيه. لو تفتكروا كده من فتره يعني الكام سنه اللي فاتوا قبل رحيل ساديو ماني عن ليفربول واتجاهه الى بايرن ميونخ، كان في فترة كده معينة كان في شبه احتقان
مش شرط يكون حقيقي، ممكن تبقى الجماهير هي اللي مفترضه وجوده، لكن يقال ان كان في حساسيه ما او احتقان ما بين ساديو ماني وبين ابننا مو صلاح، وفي كذا مره في كذا لقطه في كذا هجمه ليفربول ناس اتهمت ساديو ماني بان هو يعني ايه اناني وكان قاصد ومتعمد ان هو ما يمررش الكوره لصلاح عشان ما يسجلش، يعني كان في حساسيه. الشكل ده من اشكال الحساسيه يعني اتوجد حاليا في باريس سان جيرمان. كشفت تقارير صحفيه فرنسيه عن تصاعد ازمه ما بين البرازيلي نيمار مع الفرنسي مبابي في باريس سان جيرمان بعد الفوز الكبير على مونبيليه بنتيجه 5-2 في الجوله الثانيه من الدوري الفرنسي، اللي شهدت اهدار مبابي لركله جزاء وتسجيل نيمار لركله جزاء. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أزمة بين النجمين نتيجة تعظيم دور مبابي مع الفريق على حساب نيمار، وهو ما ظهر جليا عقب تجديد عقد اللاعب الفرنسي ليصبح صاحب أعلى راتب في العالم، بجانب اعتباره هو حجر الأساس لمشروع باريس سان جيرمان، وهو ما لم يرضي النجم البرازيلي بطبيعة الحال. أضافت الصحيفة أن التوتر بين الثنائي وصل لأعلى مستوياته عندما انتقد أحد مشجعي الفريق عبر إنستغرام سياسة النادي باريس سان جيرمان بجعل مبابي هو أهم لاعب في الفريق على حساب نيمار، وأبدأ النجم البرازيلي نيمار إعجابه بهذا المنشور ليثير بالتالي جدلا واسعا داخل إدارة النادي الفرنسي. أوضحت يعني الحقيقة كمان الجريدة أن إدارة النادي بتسعى لوضع حد لتلك الأزمة، وقرر رئيس الجهاز الرياضي في باريس سان جيرمان أن هو والمدير الفني طبعا عقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع للتحدث مع نيمار ومبابي طبعا لمحاولة تهدئة الأجواء ما بينهم ودعبة الاثنين اللعيبة دول عشان يتعاونوا مع بعض حرصا على مصلحة الفريق. ودي كانت حاجة إلى حد ما متوقعة أن هيحصل قلق بشكل او باخر في باريس سان جيرمان نتيجه تكدس النجوم العالميين. ما دي نقطه مهمه جدا، لان وقت لما اتكلمنا عن دخول راس المال في كره القدم كانت في ناس كتيره بتقول لك ده ممكن لو ما تمش تنفيذه بشكل ذكي يؤتي ثمار سيئه جدا على الفريق. فباريس سان جيرمان يمكن من الفرق اللي بينطبق عليه هذا الموضوع، لان انت عندك راس مال ضخم جدا، صحيح، ورحت اشتريت افضل اسماء في كره القدم في العالم وحطيتهم تقريبا في فريق واحد، وكل واحد منهم نجم، فصعب ان انت تجمع نجوم مع بعض في فريق، لان اكيد كل واحد هيبقى او هو واخد على كده ان هو نجم الفريق، فلما تحطهم مع بعض لازم هيحصل هذا النوع من التنافس اللي ربما يكون في بعض الاحيان مش هقول غير شريف، لكن اللي فيه نوع من بيحمل ضغينه بالظبط. فده كان متوقع طبعا، وده مش كلامنا اكيد، انا بتكلم عن يعني تحليلات من اساتذه كبار، لكن ده كان شيء متوقع. بس القصه كلها برضو قصه مبابي من الناس او يعني الصحافه كتير كتبت عنه ان هو عنده امتيازات برضو ضخمه جدا، وفي عقده خليني اقول لحضراتكم برضو كده تحديدا، يعني العقد اللي هو ماضي عليه عنده امتيازات وضحت بالغريبه. ليه بقى؟ منح المهاجم الفرنسي بيتكلم عن مبابي اختيار مدرب الفريق، وليه حق اختيار اللاعبين اللي بيريد التعاقد معهم. فبرضه دي ده في التعاقد، فده غريب جدا. ده لو رئيس مجلس اداره النادي مش هيحصل معاه كده. فخليني برضه استكمالا لكلام كريم عشان اقول لحضراتكم بالظبط الموضوع واصل لفين او التفاقم وصل ليه كده. كان مفروض نيمار عمل لايك على تويته، هما اتنين تو تويتس يعني اتعملت، ومفروض ان هي بتذم في مبابي. فخليني اقرا واحده منهم مثلا. التغريده الاولى هنا بيقول لك ايه بقى؟ نيمار سجل ركله الجزاء، اذل الحارس، بينما مبابي سدد ركله جزاء سيئه واضاعها. وبعد المباراه قال مدرب باريس سان جيرمان ان مبابي هو المنفذ الاول لركلات الجزاء، انها سخافه. دي واحده من التويتس يعني اللي كانت موجوده اللي عمل عليها لايك نيمار، فالموضوع تفاقم من هنا. فهي قصه يعني يعني مش مهم سايد مين اللي احنا هنبقى معاه او غيره، والناس برده مش واخده سايد حد. في الاول وفي الاخر اللي بيشجع باريس سان جيرمان بيشجع الفريق كله، بس مش حلو ده طبعا ان هو يحصل. ومتوقع باي ذا واي ان ربما نيمار ما يكملش مع باريس سان جيرمان، الله اعلم، يعني هيبان اكيد. يعني بس محبي الفريق ده مش بس فاتتهم فرصه ان هم يشوفوا كوره غير مسبوقه نتيجه وجود النجوم دول كلهم، لا ده كمان مش بس ده ما حصلش، ده كمان هيبقى في مشاكل داخليه جوه طبعا الفريق. طبعا توترات ملهاش اي معنى صحيح. يعني طيب احنا لا اخبارنا خلصت ولا موضوعاتنا خلصت ولا حلقتنا لغايه ما هنالك هنخطف رجلنا فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل، خليكم معانا.
عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم من جديد. تعالوا بقى عشان نعرف حضراتكم آخر الأحداث وآخر المستجدات في دنيا الرياضات العالمية المختلفة. المهم خلونا بقى زي ما اتعرفنا على أخبار الرياضة العالمية، نتعرف بقى على حالنا إحنا في النادي الأهلي وفرقه المختلفة وكل ما فيه من فعاليات وأنشطة. كل ده هنتعرف عليه من خلال زميلتنا العزيزة منة المنيسي الموجودة حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. صباح الفل عليك يا منة، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي وأخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة، ومن داخل المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة موجودة علشان نقول لكم آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وكل فرق رياضية المختلفة إن شاء الله. درجة الحرارة دلوقتي من داخل النادي الكبرى 36 والصغرى 24. خلونا نبتدي أخبارنا النهاردة بالفريق الأول لكرة القدم، واللي النهاردة بيختتم تدريباته أو استعداداته على ملعب مختار التتش. تدريب الفريق الساعة 4 العصر إن شاء الله، ومن بعدها إن شاء الله بكرة هيدخل، أو النهاردة بعد التدريب مباشرة هيدخل الفريق في معسكره استعدادا لمباراة إسترن كومباني غدا إن شاء الله الساعة 9 مساء على استاد نادي المقاولين العرب. من خلال تمرينة النهارده هيحدد طبعا مستر ريكاردو سواريش قائمة مباراة غدا، واللي من الممكن بشكل كبير يدخلها كمان أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر بعد الإصابة، وأكيد بعد النهاردة ما يطمن عليهم دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق. خلوني كمان أطمن مشاهدينا عن أكرم توفيق. أكرم طبعا العائد من إصابة الرباط الصليبي، واللي استكمل برنامجه العلاجي أو يعني كل البرنامج العلاجي ليه أو اكتمل بشكل كامل، وهو دلوقتي جاهز وبدأ في التدريبات أو بدأ في الانتظام في تدريبات الكرة، وكمان بدأ في الالتحامات القوية أو تدريبات الكرة بشكل قوي، واطمن عليه دكتور أحمد أبو عبلة وإن شاء الله هو جاهز في الفترة القادمة أن هو يدخل في أو يشارك أو يديله مستر ريكاردو سواريش فرصة في المشاركة في المباريات القادمة إن شاء الله. أكيد طبعا عودة أكرم توفيق بروحه العالية ومكسب كبير للفريق خاصة في الفترة القادمة. دي كانت كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم. خلينا نكمل أخبارنا النهاردة والفريق الأول رجال لكرة اليد، واللي النهاردة عنده تدريب الساعة تدريبه في التدريب الاولاني في اسبانيا في معسكره الاعدادي للموسم الجديد. طبعا يعني المعسكر هيستمر في اسبانيا في المده من 16 ل 23 اغسطس الجاري. هيلعب في خلالها النادي الاهلي مباراتين وديتين مهمتين اكيد. اول مباراه هتكون مع اتلتيكو والثانيه هتكون مع نادي اوديمار، وبعدها مباشره هيسافر الفريق الى البوسنه علشان يخوض اربع مباريات وديتين وديه كمان هتكون ضمن اطار مباريات الوديه في بطوله البوسنه والهرسك، واللي هتكون في الفترة ما بين 23 ل 27 أغسطس. طبعا مستر دانيال جوردو المدير الفني الاسباني للفريق حريص ان هو يجهز فرقته بشكل قوي، وان هو يعني يخلي اللعيبه بتاعته تحتك بالمدارس المختلفه لكره اليد علشان تتدرب بشكل اقوى وتكون جوه الملعب مع مدارس رياضيه مختلفه، وده كله طبعا استعدادا للموسم الجديد خاصه اللي هيشارك فيه النادي الاهلي ان شاء الله في بطوله كاس العالم للانديه سوبر جلوب، واللي هتكون مقامه ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه. استكمالا لاخبارنا النهارده والفريق الاول لكره السله رجال، واللي اخيرا ان شاء الله هيبتدي النهارده فتره الاعداد للموسم الجديد، واللي النهارده ان شاء الله هيبداها بعد عوده مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني للفريق بعد اجازته ما خلصت، وهيبتدي الفريق بشكل قوي خاصه ان الموسم هيكون قوي، وابرز البطولات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي الموسم ده بالنسبه لرجال كره السله هي بطوله افريقيا. خلونا نكمل اخبارنا. الفريق الاول لكره الطايره سواء رجال او سيدات النهارده راحه من التدريبات وهيعودوا لاستئناف تدريباتهم غدا ان شاء الله على صاله الامير عبد الله الفيصل استعدادا للموسم الجديد بشكل قوي، وطبعا هيكون في داخل التدريبات سواء للرجال او السيدات الصفقات المهمه الجديده الكتير اللي حرص عليها النشاط الرياضي كمان ان هو يكون مجدد عقود اللاعبين سواء القدامى اللي كانوا موجودين او حتى الصفقات القويه الجديده والمحترفين. نتمنى لهم اكيد كل التوفيق. دي كانت كل اخبارنا النهارده واخبار النشاط الرياضي كمان من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي، وانا موجوده معاكم لو في اي اسئله ثانيه. العوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو، اتفضل يا كريم. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه منة المنيسي على هذه التغطيه. ودلوقتي بقى يا حضرات نروح بقى على الصحافه الرياضيه.
شفت الدولاب عندنا الكؤوس لازقه في بعض، عايزين والله لا نوسع بقى، نبني بجد مبنى تاني زي ما كنا بنعمله. وعلى فكره بالمناسبه ده هيتم على ارض الواقع يعني، فلا مش عايزين نحشر كؤوسنا، هي كتيره ودروعنا كتيره. لا كان بجد والله ده واقع يعني، ليه حشرين ثلاثة أربعة في صف واحد يعني، بنعمل كده ليه؟ صحيح ما الدنيا فيها براح. صحيح. هنعمل هنلاحق فين ولا فين؟ على كل حال خلينا نروح لدلوقتي مقر يلا كورة ومراسلتنا مريم سميح، ومعها لقاء مع يعني زميلتنا العزيزة المتألقة منى عمر الناقدة الرياضية، وهيقروا معانا أهم يعني المنشطات في الصحف والمواقع المختلفة. يعني مريم صباح الخير وبونجور عليكي، وانت شكلك لسه صاحية حالا يا مريم. اخبارك ايه كده؟ قولي لنا كمان الحالة المرورية منك ونحب نعرفها، وحالة الطقس دلوقتي. يمكن انا وكريم اول ما نزلنا، انا بنزل بدري جدا، كان الطقس كويس قوي النهارده، معرفش بقى دلوقتي الوضع. اتفضلي. صباح عليك يا نهاوند، وصباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. لا هو الحقيقة يعني نهاوند هياخد من كلامك، هي الحالة المرورية هي اللي عاملة فيا كده، مش لسه صاحية أبدا، بس للأسف الحقيقة إن في يعني بعض الكثافات المرورية الكبيرة جدا في الطرق الرئيسية، خاصة محور 26 يوليو، وأيضا يعني يمكن كمان الدائري القادم من طريق الواحات، وهو ده كان طريق الحقيقة إن في تصليحات، وأيضا في حادث بسيط، وفي كمان يمكن أكثر من عطل لأكثر من عربية، وده الحقيقة يعني يمكن عمل إغلاق تام للطريق ده يمكن أكثر من نصف ساعة أو أكثر كمان من نصف ساعة، وهو ده الحقيقة يعني اللي مخلي أو ده اللي مأثر على بقية الطرق الرئيسية المؤدية لوسط البلد. كمان يمكن زي ما أنت سألتي عن الطقس، الحقيقة أنه هو فعلا النهاردة يمكن متحسن يعني مقارنة بالأيام الماضية، خاصة النهاردة يمكن يعني لا تتجاوز درجة الحرارة 33 أو 34، ده دلوقتي يمكن في الساعات المقبلة ممكن يكون في ارتفاع في درجات الحراره، ولكن يعني مقارنه بالاسبوع الماضي الحقيقه ان هي بدات تتحسن بشكل كبير جدا. خلينا بقى ننتقل لاخبارنا النهارده او عناويننا اللي هتكون معانا في جولتنا الصحفيه من داخل موقع يلا كوره. العنوان الاول من موقع يلا كوره: ليفربول يواصل التعثر ويتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الانجليزي. تاني عناويننا ايضا متعلق بيعني ذات المباراه من بوابه اخبار اليوم: اول تعليق من كلوب بعد التعادل مع كريستال بالاس في الدوري الانجليزي. وتالت عناويننا النهارده من موقع اليوم السابع: كورتوا يتفوق على اليسون في قائمه اغلى حراس العالم. والعنوان الاخير من موقع كوره: كانت يربك منتخب فرنسا قبل مونديال 2022. طبعا زي ما انت قلتي يا نهاوند او نوهتي في البدايه، هيكون معانا طبعا ضيفتنا العزيزه جدا الأستاذة منى عمر الناقدة الرياضية بموقع يلا كورة، عشان نتناقش معاها في كل هذه الأخبار. طبعا بنجدد طبعا الصباح عليكي يا منى، النهاردة دايما بتنورينا في جولتنا الصحفية في 10 الصبح في الأهلي. لو هنتكلم عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة الثانية في البريمير ليج، يمكن ده ما كانش توقع جمهور ليفربول، ولا كان أيضا توقع المدير الفني ولا أيضا اللاعبين. خلينا نتكلم شوية عن النتيجة. هل كنت تتوقعي ده؟ هل شايفه ان الجمهور ليه حق ان هو يغضب، هو المدير الفني، ولا شايفه ان لسه بدري قوي على تقييم الاداء؟ انت قلتي جبتي من الاخر يا مريم ان هو لسه بدري جدا على تقييم اداء ليفربول. طبعا احنا لسه في تاني اسبوع في بريمير ليج، فلسه الموضوع كبير جدا يعني. يعني من وجهه نظري انه كانت في مباراه امبارح الطرد بتاع داروين نونيز طبعا اللي هو حصل عليه في الدقيقه 57، هو ده اللي قلب المباراه تماما. طبعا كان ليفربول اصلا في الجوله الاولى كان تعادل 2-2 مع فولم. الجوله الثانيه اللي هي كانت امس قدام كريستال بالاس، طبعا جماهير ليفربول كانت على ملعب انفيلد كمان، فكانت جماهير ليفربول كانت منتظره نتيجه الفوز، لان هي بتلعب على ارضها وبتلعب في وسط جماهيرها، فبنسبه كبيره بيبقى الثلاث نقط بتوع ليفربول. حالة الطرد اللي حصلت لداروين نونز طبعا هي دي اللي قلبت المباراة، واعتقد بنسبة كبيرة لو دي ما كانتش حصلت كانت نتيجة المباراة كانت هتختلف تماما، بدليل اصلا ان يعني بعد الطرد تقريبا باربع دقائق لويس دياز تعادل لليفربول، وكانت في فرص كتير تانية اصلا لليفربول، بس ما قدروش ان هم ينهوها بشكل
جيد. لسه بدري جدا 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 على الحكم على بريمير ليج، الجدول بيتقلب كل اسبوع. لو نفتكر السيزون اللي فات مانشستر سيتي اللي هو اصلا انهى الموسم بطل للبريمير ليج كان تعثر في الجوله الاولى قدام توتنهام، كان خسر 1-0 ورجع تعثر بعد كده قدام ساوثهامبتون على ما اعتقد في الجوله الخامسه، تعادل سلبي، فقد نقاط كتير كان في الاول وكان ابتعد عن المرشحين وفي الاخر هو اللي انهى المسابقه كبطل للبريمير ليج للمره الثانيه على التوالي. فلسه بدري جدا ان احنا نحكم على اداء ليفربول، لسه السيزون طويل. واعتقد يعني ماتش امبارح وماتش فولم التعثرين اعتقد دول هيفيدوا ليفربول في الجولات اللي جايه بشكل كبير جدا جدا. لو هنتكلم بقى عن تصريحات يورجن كلوب عقب انتهاء المباراة، هو كان شايف ان المباراة بدأ بشكل كويس، كان شايف ان هم ظاهرين بشكل كويس، ولكن شايف ان القضية كانت طبعا طرد داروين نونيز، شايف انه تم استفزازه اكيد من لاعب كريستال بالاس، ولكن ما كانش ده التصرف الصحيح اللي كان المفروض ان هو يعني يقوم بيه علشان المباراة يعني ما تاخدش هذا الاتجاه. كمان يمكن يورجن كلوب شايف ان بقية لاعبي ليفربول هيبقى هيلوموا او هيبقى على دارو نونيز لون كبير جدا من قبل بقيه لاعبين ليفربول. انت شايفه ان هو يستحق كل ده؟ بصي، هو يورجن كلوب مدرب ليفربول اختار التعبير المناسب. هو قال الطرد كان بمثابه ضربه قاضيه للفريق، وهو ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شويه، ان الطرد فرق جدا على اداء ونتيجه ليفربول. يعني انا بلعب في الاخر بلعب بتسع لعيبه طبعا غير حارس المرمى، يعني فانا بينقصني لاعب، فده طبعا هياثر على اداء الفريق. وبعدين نونيز لاعب يعني لسه صفقه جديده، لكنه قدر ان هو يثبت نفسه وبقى أساسي في تشكيل ليفربول. فأنت بالنسبة لي عنصر أساسي أو عمود رئيسي في خطة الفريق، فبالتالي خسارتك أكيد هتأثر على أداء الفريق. تمام، دي نقطة. نقطة تانية، هو لسه لاعب صغير، لسه 23 سنة، ما عندوش خبرات كبيرة. كلوب اعترف، ودي كانت صراحة من الإيجابيات ليه جدا في المؤتمر الصحفي، اعترف أن هي حالة طرد. هو تم استفزازه، بس هو تصرفه كان غير لائق، وقال يعني أنا ما أقدرش أتكلم فيها، هي فعلا بطاقة حمراء. الدور اللي هيبقى على كلوب وهيبقى على زملاء نونيز لعيبه ليفربول، يعني ان هم اكيد هيوجهوا له امور زي دي. يعني مش هنقول ان الموضوع هيبقى فيه لوم، لانه انت في النهايه ما خسرتش لقب او ما خسرتش بطوله، يعني في الاخر انا خسرت نقطتين ولسه مشوار الدوري طويل، لكن اكيد هيبقى فيه تعليمات، هيبقى فيه خصوصا من صلاح اعتقد، كمان هيبقى من كباتن الفريق جوردن هندرسون، فيرجيل فان دايك، اكيد هيبقى ليهم تعليمات. نونيز اكيد هيبقى فيه زي عادات كده وديه، يعني انه ازاي ان هو يتعامل مع الاستفزازات دي، ومفروض ان هو ما ينجرفش ليها، لان زي ما تابعنا هي كلفت الفريق في الاخر خساره نقطتين مهمين. يعني يمكن عنواننا الثالث النهارده، اكيد زي ما انت عارفه ترانسفير ماركت دايما بتهتم بالصفقات وال يعني القيمه التسويقيه لبعض اللاعبين. النهارده بقى بنتكلم عن حراس المرمى في العالم. يمكن كورتوا تفوق على عدد كبير جدا وكان او احتل المركز الاول في قائمه اللاعبين او الاغلى خمس حراس مرمى في العالم، يمكن بقيمه تسويقيه بتبلغ 60 مليون يورو، متفوقا طبعا على بعض حراس المرمى، ويمكن ابرزهم أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول. لو عايزين نتكلم شويه عن مهارات كورتوا او يمكن القيمه التسويقيه العاليه جدا ليه متفوقا على يمكن اغلى اربع لاعبي او أغلى أربع حراس عالم، خلينا نتفق انه زي ما انت ما قلتي كده ان التقرير ده هو قيمه تسويقيه طبعا بيعملها موقع ترانسفير ماركت، وموقع ترانسفير ماركت ده موقع عالمي بيهتم باحصائيات اللعيبه سواء مع فرقها سواء مع المنتخب، وهو بيحدد القيمه التسويقيه بناء على بعض المعايير. القيمه التسويقيه اللي هو بيحددها دي مش شرط تكون هي الاساسيه اللي ممكن لو اللاعب هيتباع بيها او هنشتري بيها او فريق يعني هيشتري بيها تكون هي الرسميه، هو بيحطها وفقا لاعتباراته وحساباته هو.
القايمه اللي عملها موقع ترانسفير ماركت، تيبو كورتوا طبعا حارس مرمى ريال مدريد كان قيمته التسويقيه 60 مليون يورو. بيالي في المركز الثاني والثالث، أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، ودوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، الاثنين 50 مليون يورو. المركز الرابع والخامس عندنا ايدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، ويان اوبلاك حارس مرمى اتلتيكو مدريد، وكل واحد فيهم 45 مليون يورو. الحقيقه بقى تيبو كورتوا نفسه، هو لو تفتكري اول ما انضم لريال مدريد، يعني شوفي الفرق ما بين اول وقت انضمامه، بدايه انضمامه مع ريال مدريد، وتشوفيه دلوقتي وضع مختلف تماما تماما تماما. من حارس يعني جماهير ريال مدريد كانت بت 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 بتشتمه كتير، كانت بتلقي عليه اللوم كتير في في, في بعض النتائج المباريات، في لما ريال مدريد مثلا بيفقد نقاط او بيخسر مباريات، كانت اللوم اكتر كان بيبقى على تيبو كورتوا. سبحان الله الوضع تغير تماما، اداء كورتوا تحسن كتير، تطور كتير جدا جدا جدا. كورتوا كان عامل اساسي فوز ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا اخر نسخه، الدوري الاسباني اخر نسخه، السوبر الاوروبي، ده كمان كان سبب من اسباب ان هو يدخل قائمه المرشحين لافضل لاعب في اوروبا النسخه دي او العام اللي احنا فيه ده، مع طبعا بينافس زميله الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي. والقائمه طبعا اللي احنا كلنا اتفاجئنا بيها جدا بغياب محمد صلاح عن الثلاثة المرشحين، غير كمان ابتعاده أصلا كمان عن الخمسة حتى الأوائل، وتواجده في المركز السابع، واللي كانت مفاجأة كبيرة لينا جدا جدا جدا، وعليها علامة استفهام كبيرة بصراحة. يعني منا بشكرك جدا طبعا، دايما متنورينا وبتشرفينا على شاشة قناة نادي الأهلي، وتحديدا 10 الصبح في الأهلي. بشكرك جدا. ميرسي جدا يا مريم، نورتي. طبعا دي كانت جولتنا الصحفيه اليوم من داخل موقع يلا كوره، والحقيقه زي ما انتم يعني تابعتوا معانا تحليل اكثر من وافي لكل العناوين اللي كانت معانا النهارده، حول كل العناوين يعني اللي تناولتها منا وحللتها بشكل تفصيلي. بشكركم جدا، كلمه ليكم مره اخرى. نشكرك احنا كمان زميلتنا العزيزه مريم سميح على هذه التغطيه، ونشكر الزميله العزيزه منا عمر. هنروح فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا، خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه، تعالوا بقى عشان نتعرف وبالتفصيل على رياضه الشطرنج في مصر، وعلى الانجازات الكبيره اللي حققها منتخب مصر للشطرنج في الفتره الاخيره، ولا سيما اخر انجاز اتحقق وهو حصول المنتخب المصري على اكثر من حوالي 13 ميداليه متنوعه في بطوله افريقيا المقامه في زامبيا، وكمان بعد ما تصدر منتخب مصر للشطرنج المنتخبات الافريقيه في الاولمبياد العالمي المقام في الهند. الحقيقه كلام جميل جدا وانجازات عظيمه ومشرفه، وتعالوا بقى نعرف التفاصيل اكتر من خلال اصحاب الانجازات. معانا ومنورنا استاذ هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وكمان منورنا كابتن احمد عدلي هو بطل العالم في الشطرنج والمدير الفني لمنتخب الناشئين. صباح الفل عليكم واهلا بيكم ومليون مبروك. صباح الخير على حضرتك. انجاز عظيم والله، انت منورنا في قناه الاهلي اول مره معانا، لكن دكتور هشام طبعا ده مكانك بقى، قابلنا اكتر من مره. بس عايز اقول لحضراتكم ان هم النهارده قالوا لنا قبل الهوا ان كانت صدفه التيشيرتات، بس انتوا عشان جايين النادي الاهلي طبعا فلازم اللون الاحمر ينور، صح كده؟ لا بس انتوا بجد منورين في الخارج وبطولات حلوه جدا. بس قبل ما نبدا بقى نتكلم عن الانجازات اللي حصلت واللي هو غير متوقع برضه، لو تسمحوا لي ان انا اقول ان احنا لعبه الشطرنج تحديدا مش كومن ان الناس عارفه ان احنا عاملين رانكينج فيها حلو، عندنا منتخب وعندنا ابطال وعندنا اسامي كبيره، لا وميداليات، بنتكلم على 13 ميداليه دلوقتي. فخلينا نبدا كده، اصلا لما نيجي نتكلم عن لعبه الشطرنج في مصر، معلش نبدا من البدايه كده خالص، امتى ابتدى يحصل الطفره كابتن هشام، وامتى ابتدينا نشوف لعيبه يعني متالقه جدا، وايه الدول كمان اللي هي فيها تنافسيه مع مصر بشكل كبير؟ هو طبعا اولا بشكر النادي الاهلي، احنا متابعين مع حضرتك. لا حقيقه انتوا لكم دور كبير في التعريف بالشطرنج وانجازاته، لان دي مشكله احنا بنعاني منها في الناحيه الاعلاميه، فطبعا دي الشكر اولا واجب ليكم. الحاجه الثانيه، الشطرنج في مصر من اقدم الاتحادات، 1894
يعني 128 سنة أقدم اتحاد رياضي في مصر، ورغم ده مش واخد حظه بالزبط. أو يعني بالزبط. أما بقى الإنجازات والطفرة الأخيرة اللي حضرتك بتكلم عنها دي بدأت 2014، حلو، من 8 سنين بالظبط. طفرة يعني الحمد لله غير مسبوقة، وإنجازات عالمية غير مسبوقة. بدأت في النرويج 2014 لأول مرة منتخب مصر للرجال والسيدات في الشطرنج ياخد ميدالية ذهب في أولمبياد عالم للشطرنج. 180 دولة وتجمع عالمي كبير، فحققنا الأول. احنا من 1800 و2014 كانت أول مرة ناخد ميدالية ذهب، إنجاز عالمي ميدالية ذهب في أولمبياد وللفرق أول مرة، وللفرق كان أول مرة تحصل في 2014 في النرويج، وبعدين اتكررت في 2018 في جورجيا منتخب الرجال. والمرة دي برضو حافظنا على مركزنا الطبيعي كأول أفريقيا وأول رجال وسيدات، والتأهل لبطولة العالم للقارات دي بطولة سنة بتقام كل سنتين، أقوى 10 دول في العالم اللي هو قمة يعني التوب 10 بالظبط. فدي الحمد لله دي الإنجازات الكفرق. وأما النتائج الفردية فالحمد لله كتير. طبعا الكابتن أحمد عدلي أول لاعب عربي بطل وأفريقي، بطل العالم للشباب 2007 في أرمينيا، واخد اللقب من أبطال روسيا وأبطال العالم، فكان إنجاز مشرف. روسيا طول عمرها معقل الشطرنج يعني، وأبطال العالم طول عمرهم من روسيا، فأنت يعني في عقر دارهم. الحمد لله يعني ده كان حلم بالنسبة لي. أنا كنت عملت سابع عالم، رابع عالم، ثالث عالم، والحلم كان بقى ان انا بلعب بطوله العالم تحت 20 في ارمينيا اللي هو في المعقل بتاع الاتحاد السوفيتي، دول الاتحاد السوفيتي نفسها ها كلها، وانا المصنف رقم 21 على العالم وقتها في 2007. فكان حلمي طب انا عملت ثالث، طب عايز اعمل اول بطل العالم. دي قفزه الحمد لله يا رب. يعني كان انجاز كبير قوي، حلم اتحقق الحمد لله. وحافظت بعد كده على ان انا كنت واخد بطوله افريقيا عده مرات، وبطوله عرب عده مرات، وبحر ابيض متوسط كمان. والحمد لله اتشرفت ان انا كنت كابتن الفريق في 2014 و2018 مع زملائي مع المنتخب، وان احنا نحقق ذهبيه الاولمبياد كمان. الحمد لله كانت انجازات كبيره قوي. بعد كده كملت لعب لحد دلوقتي، ان الحمد لله بطل افريقيا اخر 3 سنين. بس كمان بكمل حلمي ان انا يكون ليا بصمه ان شاء الله يا رب مع ناشئين مصر، ان الجيل اللي بعدنا يقدر يكمل ان شاء الله. بس لازم نعرف بدايتك برضو يا احمد، مش هقول كابتن احمد احنا يعني مش لازم الفورماليتي قوي كده. انت اصلا حبيت الشطرنج ده ابتديته امتى؟ خلينا برضو نعرف يعني بطل كان بطل العالم يعني. انا بدات عندي 8 سنين سنه 95، وبعدين لسه كنت بتعلم هاوي. والدي كان بيلعب هاوي زي كل اهلنا، وهم صغيرين يعني، واحنا صغيرين شويه كانوا بيتجمعوا التجمع العائلي اللي بنلعب فيه اللطيف ده. وبعد كده لقاني بحبها، فلقينا مكان بتدربت فيه. وبعد كده كنت اول محترف في تاريخ مصر في الدوري الانجليزي الحمد لله. وبعدين اتنقلت الدوري الالماني، ولعبت في دوري فرنسا، خدت بطوله عرب عده مرات، وبطوله افريقيا عده مرات الحمد لله وانا صغير. والحمد لله استمر المشوار. عاده لما يكون في حد ذكي حبتين، ودي طبعا رياضه الشطرنج بتعتمد على الذكاء الى حد كبير، الى جانب عناصر تانية اكيد هنحب نتعرف عليها من حضراتكم. لما يكون حد لافت للنظر في الذكاء ويقول لك ايه ده اذكى اخواته. كابتن احمد بقى اذكى واحد في العالم، مش مجرد اذكى اخواته. بسم الله ما شاء الله عليك، طبعا انجاز عظيم. وعايزين نتكلم معاكم اكتر، بس اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشتنا. اتفضل. من 1894 بنتكلم تقريبا لحد دلوقتي، وعندنا او اسس اول اتحاد ومن اقدم الاتحادات في الرياضات المصريه وهو الشطرنج. ولكن بالرغم من كل ده، بالرغم من الرانكينجز اللي احنا عندنا، ما زال برضو الوضع مش واخد حقه شويه، او هذه الرياضه مش واخد حقها شويه، لغايه لما فرض بقى النجاح بقى امر واقع يعني، والبطولات بقت هي اللي بتتكلم عن هذه اللعبه، وبالتالي ابتدى يبقى في اهتمام من جانب الاعلام ومن جانب كمان الراي العام. صح كده، احنا نتمنى يبقى في مزيد كمان من الاهتمام، لان المحقق على الارض من هذه الرياضه كتير جدا، وناس ما تعرفش يعني، برضو فئه كبيره من الناس ما تعرفش احنا واصلين لفين. انا مش هتكلم كتير، انا وكريم احنا عايزين نسمع منكم كابتن هشام طبعا وكابتن احمد. كابتن هشام، بالرغم من الرياضه دي قديمه جدا، وعندنا دلوقتي بطولات وعندنا منافسات كويسه قوي من 2014 لدلوقتي، التالق زي ما حضرتك كنت بتوضح لنا سائد على الارض، بس خلينا نعرف بقى اصلا يعني السن المناسب او السن الاعمار في الاتحاد، عشان برضو الناس تبقى عارفه بيتراوح من كام لكام، ايه اللي ناقص الاتحاد لمزيد من التالق. كابتن احمد برضو يكلمنا، نفسك الرياضه دي مثلا تكون موجوده في نوادي معينه، خلينا نسمع منكم اكتر. هو طبعا حقيقه الشطرنج ممكن من 5 سنوات او تبتدي تعليم اللعبه 5 6 سنوات، ممكن 4 في بعض الحالات المميزه،
يكون الولد او البنت مميز. يعني هو عنده 5 سنين ممكن يبدأ. ممكن يبتدي يتحرك القطعه وتحركات يبتدي يتعلم يمارس اللعبه داخل الاسره الاول، او ينضم الاكاديميه يطور مستواه لو بان عليه. في اكاديميات عندنا كتير عندنا حوالي 20 اكاديميه. طبعا الكابتن احمد كان اول واحد يعمل اكاديميه دوليه في مصر معتمده من الاتحاد الدولي. حلو. وبعد كده بقى انتشرت الاكاديميات وصلنا لحوالي 20 كلها تحت مظله الاتحاد المصري. كلها تحت مظله الاتحاد وبتتولى تدريب اللاعبين وتدريبهم واكتشاف المواهب وتطويرها. يعني الانجاز الاخير اللي حصل في زامبيا ده جزء كبير منه اكاديميه الكابتن احمد، ان هو طلع مجموعه ناشئين مسافرين 12 لاعب حضرتك، خدوا 13 ميداليه، 9 ذهب، 3 فضه، 1 برونز. الحمد لله سيطرة كبيرة. طب منا كمان على اللي جاي كابتن احمد كان بيدردش معانا في الفاصل وبيتكلم على الابطال المستقبليين اللي بيتم تجهيزهم وتحضيرهم. قال لك في البطله عندها 8 سنين ومصنفه رقم 5 على العالم، مش كده برضه؟ مظبوط يا فندم. يعني انا فعلا حلمي ان احنا الشطرنج دوره الرياضه عامه بتبعد الجيل عن حاجات الوحشه وبتؤدي لان هو بياخد طريق سليم. تمام. ما بالك كمان انك بتعلم جيل يبني ويفكر ويخطط والتفكير الاستراتيجي بالظبط. مظبوط. والرؤيه الثاقبه. صحيح. واحنا دورنا كابطال ما ينفعش يبقى دورك كبطل رياضي ان انت مجرد انك عايز تلعب بطوله وتكسب وتدور على فلوس، لا انت عندك حلم كمان انك تساعد الجيل اللي بعدك وتسهل له طريقه. انا ده كان حلمي. الحمد لله لما طلعنا هناك احنا واخدين 9 ذهب من اجمالي 12 ذهب بننافس عليها. يعني انت سايب 3 ذهب لبقيه دول افريقيا كلها. ما حدش يزعل يعني، بس انا بجد والله انا بتكلم بجد، برافو عليكم يعني. الحمد لله. شيء محترم فعلا. وفعلا 9 ذهب دول منهم بنت عندها 8 سنين برافو. بدات معايا من وهي 5 سنين ونص. النهارده هي المصنفه رقم 5 على العالم، بطله عرب، ثاني افريقيا. الحمد لله عندي ولد عنده 10 سنين بادئ معايا بقى له 3 سنين، هو النهارده بطل افريقيا ومن المصنفين الاول على العالم وطالع ينافس على بطوله العالم باذن الله يا رب. الاتحاد المصري هيسفرهم في يوم 15 سوري يوم 17 سبتمبر جورجيا عشان ينافسوا على بطوله العالم. هي. احنا عندنا جيل طالع كبير قوي. حلمي اكيد ان الشطرنج يوصل لمصر كلها لانه هيساعد الجيل الجاي انه يفكر يبني يخطط بشكل هادف أكيد. وبشكل فعال فعلا. واكيد نفسي حلمي ان الاهلي اللي ليه بصمه في كل رياضه فرديه وعلى وليه خير على كل رياضه مصر ان يكون في شطرنج كمان. واتمنى ويكون ولو ليا دور بسيط قوي في ان احنا نساعد ان احنا نطلع ابطال عالميين من جوه الاهلي زي ما طلع ابطال عالميين كتار في تاريخهم. ان شاء الله من خلال القناه عندنا يتم يعني توصيل صوتك. انا متاكده ان الفكره لو فعلا فكره جيده ممكن جدا انها تطبق عندنا باذن الله. يعني كابتن هشام عشان الوقت ما يجريش مننا برضو خليني اروح مع حضرتك شويه لفكره هنا الشطرنج، لان ممكن بعض الاهالي بتبقى قاعده تقول لك الله دي حاجه حلوه وبتنمي ذكاء الطفل، بس هي مش بس بتعتمد على الذكاء، اعتقد بتعتمد ان انا اقرا اللي قدامي اصلا خطوته اللي جايه ايه، فده فيها نوع مش بس من الذكاء، ده بيبقى ليفل شويه اعلى. لو حضرتك برضو تشرح لنا اكتر. هو طبعا بس هختم بحته جزئيه النادي الاهلي في تعاون قائم بالفعل ما بين اتحاد الشطرنج والنادي الاهلي من حوالي سنه ونص تقريبا. طب مش هتجاوبني على سؤالي؟ هجاوبك. جاي لك قبل النقطه يعني. طيب لا الحقيقه النادي الاهلي النادي الاهلي متعاون معانا، واحنا اتحاد الشطرنج طبعا يساعدنا ويشرفنا التعاون مع النادي الاهلي باذن الله. قلعه الرياضه في مصر، فضروري يبقى في تعاون واستمرار. معلش بقى السؤال كان ايه حضرتك؟ شفت بقى؟ انا نسيته. لا لعبه الشطرنج تعتمد مش بس على الذكاء لان ده مش المقياس الوحيد، فكره ان انا اتوقع كمان الرد الفعل اللي جاي او الخطوه اللي جايه من اللي قدامي او المنافس بتاعي دي فيها نوع من اعلى شويه، ده بيتم تدريبه ولا لازم يكون عندك التالنت اصلا في البطل اللي جاي او الطفل اللي جاي يعني؟ لا بيتم تدريبه حضرتك. من ضمن التدريبات الاولى الناشئين بيدربوها في المدربين يعني بيدربوا الناشئين في بداياتهم ان هم يتخيلوا القدره على التخيل. أيوة. لاعب الشطرنج لازم يبقى عنده قدره عاليه على التخيل، زي عندنا في لاعبين بلايند فاقدين البصر او ضعاف البصر بيحققوا بطولات عالميه لان قدرته على التخيل بتبقى عاليه جدا، يتخيل الرقعه. في عندنا برضو بعض المسابقات ابطال العالم يلعبوا يعني من غير ما يشوف الرقعه يلعب مع 10 او 20 واحد ويتذكر كل حاجه، فالقدره على التخيل دي بندرب اللعيبه عليها ان هم رقعه الشطرنج 8 في 8 يعني 64 مربع، كل مربع له حرف ورقم لازم اللاعب يتخيله، نساله المربع اي 4 دوت ابيض ولا اسود، المربع اف 6، كل مربع لازم اللاعب متخيل الرقعه عشان يقدر يحسب النقلات المستقبليه. لاعب شطرنج كل ما كان محترف كل ما كان بطل يقدر يحسب 10 نقلات 15 نقله مستقبليه ويقيم الموقف بعد 10 نقلات هتبقى الافضليه فين عشان يمشي في اللاين دوت او اللاين دوت. فالقدره على التخيل دي من ضمن التدريبات. تخيل حضرتك انا اسف معتذر بس تخيل حضرتك انك بتعلم طفل كل هذه الامكانيات ان هو بيتعلم
قدرة على اتخاذ القرار بخطوات علمية سليمة، وإزاي يتخذ قراره صح ويتحمل مسؤوليته مع قدرة على التخيل، مع قدرته على التركيز. واو. ويسيب التابلت بقى طبعا صح. مفيد صح. جدا للاطفال بالذات في المراحل السنيه المبكره، اكيد حاجه عظيمه. انا كنت لسه عايز اقول لكم اكيد الموضوع مليان تفاصيل تستحق مساحه وقت اطول من المتاحه لينا، لان احنا خلاص للاسف الشديد فقرتنا بتوشك على الانتهاء. يا دوب نلحق نشكر حضراتكم جزيل الشكر على وجودكم معانا في حلقه النهارده، نورتونا وشرفتونا، ومليون مبروك مره ثانيه على الانجازات الحلوه. مليون مبروك حقيقي، ومزيد من التالق ان شاء الله كابتن هشام. شكرا، وان شاء الله يبقى في تعاون اكبر مع قناه الاهلي ومع النادي الاهلي باذن الله. نشكر حضراتكم، هنروح لفاصل ونرجع للفقره الاخيره. الاخيره ازاي؟ الاخيره مع دكتور دينا ابو الصبر. رحب بحضراتكم فقرتنا الاخيره، وزي ما نوهنا دكتور دينا ابو السعود كل مره بيبقى فيه ملف مختلف. النهارده هنتكلم عن اهميه اصلا فكره ان انا اقتنع ذاتيا ان ممكن يكون مكمل غذائي مفيد ليا ولا لا. فكره ان انا ابتدي افهم، او الثقافه شويه تختلف عندنا في مجتمعاتنا، ان احنا ما نكتفيش بالاكل ان هو يبقى مصدر الفيتامينز، لان في طبيعه الحال احنا اصلا اكلنا مش هيلثي او مش صحي زي ما بيتقال كده بالظبط. فخلينا نفهم تفاصيل اكتر ونعرف ازاي ممكن ننظم ده، وازاي ممكن نمشي على اسلوب كمان يبقى لايف ستايل في حياتنا يفيد بشكل كبير، وفي نفس الوقت يحسن من طاقتنا ويحسن من انتاجيتنا ويحسن من مودنا كمان. صباح الفل دكتور دينا ابو السعود. حبيبه قلبي، ازيك يا هوان؟ انا كويسه والله، وببقى مبسوطه وانت معانا لان بنستفيد كمان، وكل ملف بيبقى اهم من اللي قبليه. وخلينا نبدا بقى بالثقافه، لان ناس كتير جدا تقول لك ما انا باكل كويس خلاص، مش مهم بقى الحاجات الرفاهيه دي، اخدوها ان هي رفاهيه اصلا، حاجه يعني زي بيقول لك مكمل غذائي، حاجه مش لازم يعني تبقى اساسيه. صعب قوي ان احنا نعرف نكتفي بالاكل الصحي، ده صعب جدا. الفيتامينز والمينرالز موجودين في الخضار والفاكهه، لكن في بعض الفيتامينات مش موجوده اصلا في الاكل زي فيتامين د مثلا. مهم قوي ان احنا يبقى عندنا الوعي والثقافه الشديده ان الموضوع مش ترفيهي، الموضوع اجباري، لان الفيتامينات والمعادن هي المسؤوله عن الصحه العامه والصحه الجسديه والصحه النفسيه. طيب ايه اهميه الفيتامينات للجسم؟ لو هتكلم على الجسم بشكل عام، مهم جدا لقصه الخمول والكسل. بتلاقي دلوقتي شباب عندها خمول وكسل، والله اطفال كمان، واطفال لا واطفال بقى ما عندهمش اكيد امراض مزمنه، ده لسه ما شافوش دنيا يعني. فمهم قوي الفيتامينات للخمول والكسل، مهم لدعم التمثيل الغذائي وسرعه الايض، لان من غير تمثيل غذائي مفيش حياه. التمثيل الغذائي او الحرق ده مهم للطاقات اللي احنا عارفينها، الطاقات البدنيه او الحركه البدنيه، والطاقات الخفيه زي التنفس مهم جدا، مهم ليه جدا التمثيل الغذائي، زي حركه الدم، وصول الفيتامينات والمعادن والهرمونات، كل الحاجات دي محتاجه تمثيل غذائي، زي عمليه الهضم محتاجه تمثيل غذائي. لو هتكلم من الناحيه الجماليه، مهم جدا الفيتامينات لصحه شعري، مهم لنضاره بشرتي، مهم لتاخر، وده بقى رجال وسيدات، ستات ورجاله طبعا. ومهم للضوافر، ده بتكلم عن الشكل الجمالي. وكمان اثبت ان بعض الفيتامينز بتقدر تخسس، زي فيتامين سي بيقدر يحرق الدهون. فلازم يبقى عندنا الوعي الشديد ان الفيتامينات مش حاجه اوبشنال يعني. كويس جدا. بصي بقى، في كمان غير ان احنا الثقافه لو ابتدينا بيها كموضوع، يعني فكرتنا برضو لو هنتكلم عن الناس كرياضيين وناس عاديه، ايه الفرق ما بين ده وده، او الفئه دي والفئه دي؟ وهل فئه الناس اللي هي مش رياضيه العاديه بتبقى محتاجه فيتامينز اكتر، علشان هي ما يعني زي ما انت قلتي ما بيعملوش حاجه، ما فيش اي كريدت للجسم بيكون موجود اصلا؟ اولا احنا بنحاول ان احنا يعني ما نبقاش ماشي اوكي، اللي مش عايز يبقى رياضي بس على الاقل نمشي شويه نتحرك، ده مهم جدا، ما نبقاش قاعدين 24 ساعه في البيت. الفرق بين الرياضيين والمش رياضيين، ان الرياضيين ممكن يكونوا بيحتاجوا ميه اكتر، يعني شرب ميه اكتر عشان هم بيعرقوا كتير، فعشان ما يحصلش جفاف. الرياضيين محتاجين بروتينات اعلى بكتير، يعني احنا مهم جدا البروتينات لبناء الكتله العضليه في الجسم. الرياضي محتاج البروتينات دي اضربي في كذا مره. الرياضيين محتاجين الفيتامينات عشان المناعه بتاعتهم، محتاجين الكالسيوم عشان العظم بتاعهم، محتاجين فيتامين ب او فيتامين بي عشان
قوه اعصابهم، كل الحاجات دي برضو الرياضيين محتاجينها اكيد. أوكي. فمن اهم الفيتامينات اللي موجوده دلوقتي ومن اهم المالتي فيتامينز الامنه جدا المرخصه من هيئه سلامه الغذاء هو الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت. كويس جدا. ليه بقول الب مالتي فيت؟ لانه دخله 13 فيتامين وعنصر. هو ليه اصلا اي ال بي يا دكتور دينا؟ يعني ده اختصار لايه؟ ده التريد نيم، يعني ده الاسم التجاري بتاعه. ده الاسم اللي ترخص بيه الب مالتي فيت من هيئه سلامه الغذاء. طيب الب مالتي فيت ليه بقول انه داعم جدا للصحه؟ لانه بيحتوي على فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لسرعه امتصاص الحديد رقم واحد، لان كتير مننا عنده انيميا مع انه بيقول لك انا باكل لحمه كويس وبتاع بس لسه عندي انيميا. صح. لان الحديد من غير فيتامين سي مش هيحصل له امتصاص. ففيتامين سي موجود كمان للمناعه ولصحة بشرتي وكمان سرعة إنتاج الكولاجين اللي بينقص. عندي الزنك. الزنك داخل ألب مالتي فيت مهم جدا. الزنك مهم جدا للمناعة، مهم للعمليات الحيوية، مهم لكل خلية في جسمي محتاجة زنك. عندي طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشة فيتامين بي، عائلة فيتامين بي كلها، وده صعب تلاقيه في مكمل غذائي واحد. صح. انك يبقى عندك الكوبالامين، عندك الثيامين، عندك فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 داخل الب مالتي فيت. الكوبالامين مهم جدا لانتاج كرات الدم الحمراء. عندي طبعا الكالسيوم بنسبه 70 ملي جرام. حد يقول طب الدكتوره دينا مثلا بتقول نمشي على الب مالتي فيت لايف ستايل، طب احنا خايفين ان الكالسيوم يعلى. الكالسيوم البالغين محتاجين 1000 ملي جرام. انا عندي داخل الب مالتي فيت 70 بس، فمش هيحصل اي ترسيب للكالسيوم. أيوة، ايوه ترسيب. بالظبط. هو ده اللي بيميز الب مالتي فيت الحقيقي. طب بصي، في عندنا فئات برضو مختلفه عشان الناس او الساده دلوقتي المشاهدين يكونوا مطمنين بفئاتهم المختلفه بالتفكير المختلف او التخوفات المختلفه. خلينا نروح مثلا لفئه السيدات اللي هم المرضعات مثلا. هل دول برضو فئه بيبقوا زي ما هم حوامل بيبقى محتاجين فيتامينز؟ برضو فتره الرضاعه بيبقى مهم جدا. خلينا نعرف. مهم جدا اي سيده في فتره الرضاعه انها تدعم جدا بالفيتامينز وتدعم جدا بالب مالتي فيت. ومع الب مالتي فيت اقدر اقول لك كمان مهم الاوميجا ليها جدا. اوميجا 3. اوميجا 3 مهم جدا، لان الحامل بيبقى عندها اكيد نقص في الفيتامينات والمعادن والكالسيوم، فمهم انها تدعم. وبقول لها انه امن جدا ليها الب مالتي فيت، مش ما عندهاش اي مشكله انها تستخدمه. اهم حاجه الجرعه تبقى صح، يعني محدش ياخد ثلاث راس من الب مالتي فيت عشان كل الساده العملاء اللي استخدموه اتبسطوا فقال لك اكتر من الفيتامينات. اوكي. دي مشكله يا نهاوند، ما ينفعش نكتر اطلاقا في الفيتامينز. الجرعه المصرح بيها هي قرص واحد. عايزين ناخد اكتر من قرص ماشيين مع دكتور، يسالوا الدكتور وقتها محتاجين اكتر من قرص ولا لا، لو عندهم ديستراكشن رهيب للفيتامينز. لكن الطبيعي ان انا باخد قرص واحد بعد الفطار او بعد الغداء بساعه على كوبايه ميه كبيره. اوكي. هيك. مش بالليل. يعني ما اخدوش قبل النوم. لا، بنتكلم على الفطار. على الفطار او عشان يدي باور. بيدي باور حلو قوي بقيه اليوم. بالزبط. طب بصي بقى، بحب دايما اللي هي الفقره او السيجمنت بتاع اسئله المشاهدين، خلينا نبدا بيهم. نورهان عاطف بتقول ضوافري مش بتطول خالص وبتتكسر، ايه الفيتامينز اللي اخدها؟ ودي يمكن برضو كيس موجود عند ناس كتيره جدا. وبالمناسبه في رجال ايضا برضو بيحصل معاهم يعني كسور في الضوافر بشكل غريب. صح. من اهم الفيتامينات لصحه الضوافر البايوتين. الحديد على فكره مهم جدا، يعني الحديد ده بره الفيتامين، يعني برضه هي تعرف نسبه الحديد ايه. البيوتين، الكالسيوم والزنك، دول اهم ثلاثه فيتامينز. ومهم انها تعرف تعتني بضوافرها، يعني بالليل تحط الترطيب بتاعها، يعني يبقى في ترطيب على الضوافر. مهم لو هي بتركب الضوافر اللي هي الاكريليك والحاجات اللي والجل والحاجات اللي بتركب، ما تفضلش مركبها بلسانها وتعمل ريفيل، لازم برضو الضفر نفسه يتنفس. صحيح. يعني تشيلها فتره وترجع تركبها. مهم دي على فكره، النقطه دي مهمه، لان احنا اصلا ما بنعملش وقايه، وبعد كده بنزعل لما يبتدي يحصل مشكله. فزي ما كنا هنا بنتكلم، زي ما كان قدام حضراتكم، يعني الانجريدينتس بتاعت الب مالتي فيت، هو كل انجريدينت منهم يعني مهم لشيء ما او مكمل لشيء ما احنا محتاجينه في جسمنا. فاعتقد دي نقطه مهمه. بس فكره هنا ان انا طب
الحق امتى؟ يعني ممكن ناس تقول لك انا بقالي 50 سنه عايش زي ما حضراتكم شايفين اهو الكومبوننتس، 50 سنه عايش 60 سنه جايين دلوقتي كده تقولوا لي قلب مالتي فيت ومكمل غذائي، ف از تو ليت زي ما بيتقال او الموضوع متاخر؟ لا يعني لا لا اتس نيفر تو ليت. وبالنسبه لكبار السن مهم جدا جدا ان هم يراعوا موضوع الفيتامينات والمعادن. اكيد يعني كبار السن شويه بيبقى عندهم نقص شديد في الفيتامينز والمينرالز، وبقول لهم ان الب مالتي فيت امن ليهم جدا، ولو حد عنده مرض مزمن من ضغط من قلب من سكر يقدر ياخده ما فيش اي مشكله، لا يتعارض اطلاقا. يمكن اللي بيتعرض بس حاجه صغيره اللي عنده لا قدر الله فشل كلوي او مشاكل في الكبد، وقتها اي حاجه بياخدوها تحت استشاره طبيب، حتى الميه نفسها مع المشاكل الكلويه بتتشرب تحت اشراف طبيب، فاي حاجه بياخدوها، لكن كل الناس التانيين يقدروا ياخدوها. طب ممكن برضو حد يقول لك انا فوق ال 50 فوق ال 60، هل انا محتاج دوزز اكتر علشان انا جسمي مع يعني اكيد مش زي شاب بياخده عنده 18 سنه؟ لا انا مش محتاجه دوز اكتر خالص، هو قرص واحد اللي متصرف وفعال على كل الاعمار، على جميع الاعمار من السيدات والرجال. حلو جدا. ايمان محمد بتقول دكتور دينا حضرتك كنت بتقولي ان الارق اوقات بيكون سبب نقص الفيتامينز، طب بالنسبه للي بينام عدد ساعات كتير جدا هو ده ليه علاقه بنقص الفيتامينز برضو؟ اللي حلو بينام عدد ساعات كتير جدا ممكن يبقى عنده كسل وخمول نتيجه نقص فيتامينز، بيبقى بيعمل حاجه اسمها مود سوينجز. ايوه وعدم الحرق، يعني انا لو جسمي ما بيحرقش وما بيعنديش طاقه على طول هبقى نايمه، فلازم برضو اغير اللايف ستايل بتاعي واشرب ميه كويس واكل اكل صحي واجرب الب مالتي فيت، هلاقي نتيجه كويسه ما دام ما عنديش مشكله مرضيه زي ما برجع اقول. او نفسيه بقى، او نفسيه طبعا الاكتئاب اكيد اكيد بيؤدي الى ده. يعني الاكتئاب ده موضوع عايز له حلقه على فكره، لانه بجد بيسيب ناس كتيره جدا وبليفلز مختلفه. يعني الاكتئاب ده يمكن اعلى ليفل فيه اللي هو بقى عدم الرغبه في الحياه اصلا، والواحد بيبقى عايز كانه ميت. بس صح، في ليفلز قبلها كتيره بتاثر بشكل كبير على البني ادم وعلى يعني يومه وعلى علاقته بالاهل والناس وعلى حتى علاقته بنفسه علاقته بربنا، يعني موضوع او ملف كبير جدا. وده برضو لو هنقول ان هو ليه شق نفسي شويه يعني، او حتى هنقول ليه ظروفه، بس في نفس الوقت برضو الموضوع راجع لاسباب علميه. طبعا فبرضو خلينا نعرف، لان انا شخصيا عايز اعرف، بشوف كيسز كده كتيره وبتلاقي على فكره في العالم كله. صح يعني الموضوع مش بيصيب شعب او فئه بعينها، لا، وما بيصيبش فئه معينه من المجتمع خالص. هتلاقي يعني ناس ناجحه جدا وعندها اكتئاب، ناس ناجحه جدا، ناس معاها فلوس، ناس وبتلاقيهم بيصابوا باكتئاب غريبه، وناس ثانيه مش ناجحه. يعني هي مش مقتصره على فئه معينه صحيح، وربنا يعني يحمينا من المرض لانه مرض خطير الحقيقه. ازاي ممكن ده كفيتامينز بقى تعالج شويه موضوع الشعور بالحزن او الاكتئاب الحاجات دي زي كده؟ الفيتامينز بتدي طاقه، فبالتالي بتدي بوزيتيف انرجي، فده مهم جدا. من اهم الفيتامينات اللي بتديني الطاقه زي ما انا قلت التمثيل الغذائي هو فيتامين ب لا هي بي كومبلكس، يعني بي كومبلكس كل العيله، وصعب انك تلاقيه في قرص من مكملات غذائيه اخرى، لكن الب مالتي فيت هو هو ده اللي بيميز بيميزنا الحقيقه. هايل. بصي بقى، عبد الله السيد بيقول هو الشخص ياخد الفيتامينات كده لوحده ولا لازم يستشير دكتور؟ برضو نقطه حلوه. لو اخذنا الفيتامينز القابله للذوبان في الماء، انا برجع اقول ان احنا اكلنا مش صحي كل يوم، فما فيش مشكله ان انا اخده. الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون بعمل النسبه بتاعته في الدم، لو لقيتها قليله باخد التركيزات بتاعته، لكن في احيانا يعني انا بقول الفيتامينز ملوش علاج اي حاجه، لكن احيانا بتبقى علاج لو دوزز عاليه قوي. وقتها دي لازم يبقى تحت استشاره طبيب. هشاشه العظم لو محتاج كالسيوم عالي جدا، الب مالتي فيت ما فيهوش غير 70 ملي جرام، فوقتها لازم يستشير طبيب. لو فيتامين د واقع قوي بياخد فيتامين د بتركيز عاليه جدا لمده 3 4 شهور، وقت افر الطبيب بيقول له ايه او الدكتور بيقول له ايه، وبعد كده يقول له امشي على مثلا فيتامين د تركيز قليله، وقتها بستشير طبيب اكيد. اكيد تمام جدا. في بقى مرام علي بتقول ايه الفيتامينز المهمه لتقويه الذاكره وايه مصادرها سواء اكل او ادويه وشكرا. ايوه، من اهم الفيتامينز اللي بتقوي الذاكره ممكن اقول فيتامين اي. فيتامين اي انتي اوكسيدنت، فمهم جدا للذاكره. عندك كمان فيتامين ب كومبلكس مهم جدا لتقويه الذاكره.
عندك شرب المية مهمة برضو لو حاجة شرب المية كتيرة. طبعا ده 3 لتر ولا 2 عشان بسمع دي وبسمع دي؟ 2.5 لـ3 الراجل أوكي. بيبقى اكتر شوية وكل حاجة كده. ايوة لازم اشرب اكتر. وايه العلاقة بجد يعني المية ايه علاقتها راجل او ست؟ يمكن عضله اعلى فبيحتاج مية اكتر. ماشي. والاثلاتكس والرياضيين بيحتاجوا اكتر اكيد من ده لان المية لما بتيجي بتطلع عن طريق التعرق. والاثليتكس بيعرقوا كتير، اللي بيعملوا مجهود بدني بيحتاجوا اكتر من 3 لتر في اليوم ميه. طيب في بعض الاهالي يجي يقولوا ايه، انا اولادي قبل الامتحانات هديهم مكملات غذائيه مثلا وبعد كده يشوفوا ان الموضوع ملوش لازمه بعد يعني الامتحانات او بعد الغرض المعين اللي اخدوه عشانهم، هل ده صح اصلا ولا هو مهم المكملات الغذائيه وقت الامتحانات عشان التركيز والذاكره وزي ما قلنا، لكن هو مش دواء بيعالج حاجه ووقفه بالظبط. لا انا بمشي عليه على طول عشان مش بس الذاكره، انا بقول المناعه، الطاقه، الباور، الصحه النفسيه، البوزيتيف انرجي، كل الحاجات دي مهمه مدى يعني مدى الفصول السنه مش بس وقت الامتحانات. يعني ازاي بيبقى فيه بقى، لان الموضوع ده مش واصل للناس كلها، بما ان احنا الفقره بتاعتنا النهارده عن المكملات الغذائيه واهميتها للجسم وللانسان وللصحه النفسيه وغيره، ازاي بيبقى فيه ربط كبير جدا ما بين اصلا الصحه النفسيه وفكره هنا نقص الفيتامينات في الجسم اللي بشكل مرتبط بشكل مباشر؟ يعني ناس كتير تقول لك ملهاش علاقه، ده ظروف وضغوطات ومش عارف ايه بتخلي الواحد عنده في الاخر مثلا توتر او وات ايفر، لكن الموضوع لا، مربوط بشكل كبير جدا بفيتامينات في الجسم ناقصه. مش ساعات يعني اللينك ده مش عند ناس كتير مش ساعات كتير بتسمعي مثلا حد من صحابك انا زهقانه وهي ما عندهاش مشكله اصلا عشان تؤدي ان الكورتيزول يعلى وان عندها توتر نفسي فالكورتيزول عالي فبيحصل توتر وبيحصل اكتئاب وحاجات، لكن ساعات انا زهقانه وهي ما عندهاش مشكله تؤدي الى زهق كتير كيسز كده صحيح، فدي وقتها اكيد بيبقى نقص الفيتامينات. الفيتامينات مهمه جدا يا نهاوند، يعني ناس كتير مش قادره تفهم ان الفيتامينات، لا ما اقدرش اعيش من غير فيتامينز. يمكن عالم من العلماء نسيت اسمه زمان واخد جائزة نوبل في الكيمياء فقال لك أي بني آدم لو توصل للمعدن الناقص والفيتامين الناقص هيقي نفسه من مشاكل نفسية ومشاكل جسدية كتير. حسب بقى طبيعة كل واحد وجسمه. صحيح. طبعا وبرجع أقول أن ألب مالتي فيت آمن أن أنا أخده، برجع أقول أنه آمن أن أنا أخد قرص واحد في اليوم. وإزاي نقدر نحصل على ألب مالتي فيت؟ عندنا إحنا موجودين في سلسلة صيدلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر، ويمكن دلوقتي الساحل الشمالي كمان وصلتوا للساحل ده. ايه الكلام ده؟ موجودين هناك او عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، والصوره اللي انا شايفاها دي خاصه للدكاتره الصيادله اللي عايزين يوفروا ألب مالتي فيت داخل الصيدليه عندهم، احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله والكود مكتوب كمان. حلو جدا. واللي مش عايز يتحرك او يعني عايز الموضوع يبقى اسهل، هو بيعمل دليفري كمان صيدليات ممكن توصل لغايه عندك او من خلال رقم خدمه العملاء بالزبط. اللي موجود. وعندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرال، نقدر نستفسر عن منتج ألب مالتي فيت في اي حاجه هم عايزينها. طيب بالنسبه للناس اللي ممكن تكون من انا بنقلك الاسئله، بعض الناس ممكن تقول لك طب ما هو الدوزز في النسب اللي في كل الفيتامينز الانجريدينتس الموجوده في ألب مالتي فيت قليله فمش هتعمل تاثير اصلا، ف بتردي على ده ازاي؟ ألب مالتي فيت تركيزه مش قليله اطلاقا، تركيزه معقوله. معقوله مش قليله. انا بقول ان ألب مالتي فيت بيتاخد يوميا، انا ما احبش يعني اخد مكمل غذائي التركيز بتاعته عاليه. ألب مالتي فيت ملوش تخزين في الخلايا، ما بتخزنش في الخلايا لان الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء، فاللي بيعلى منه بينزل عن طريق اليورين او البول. لكن انا لو اخدت تركيز عاليه جدا جدا، ما هو طريق البول يعني انا بحمل على الكلى وده مش حلو. فألب مالتي فيت التركيز مش قليله، لا انا عندي اعلى تركيز في الزنك 23.9 عندي فيتامين. هو الجسم محتاج قد ايه برسنتج من الزنك؟ 24 5 يعني مش اكتر من كده، لان هو 24 حلو قوي، انا عندي اعلى تركيز في الزنك. اوكي. فلكن التركيز بتاعتي انا ما قلتش لا هو مش قليله. هو تركيز حلوه ومعقوله، لكن الحلو ان انا ما بديش الدوز عاليه عشان ما احملش على الكلى. بس طب هي ما بتفرقش من انسان لانسان يعني الدوزز دي ما بتبقاش فعلا كبار السن محتاجينها بشكل اكبر ولا الموضوع ملوش علاقه؟ وقتها بيعملوا تحليل فيتامينات ومعادن، ولو محتاجين اكتر دوز اكبر
يبقى الدكتور هو اللي ممكن يدي مكمل مع الب مالتيفيت او ممكن يديله قرصين. ممكن يكون يقوله لا اعملي تحليل فيتامينات، يلاقي ان الموضوع ناقص قوي عنده، الدكتور المعالج هو اللي يكتب. هو اسمه تحليل فيتامينات. في تحليل فيتامينز طبعا، فيتامين د، في تحليل كالسيوم، في تحليل فيتامين ب، ليه تحليل، كل الحاجات دي ليها تحليل. كويس جدا. طيب يعني لو عنده هشاشه في العظم، يعني لو حد عنده هشاشه الدكتور يكتب له مع الب مالتي فيتي، ده عامله بسبلمنت كالسيوم اعلى شويه، ده وقتها بيبقى علاج، مش الحاجات اللي احنا بنقول عليها. بصي يعني هي في العموم احنا ممكن سامر اب زي ما بتقال، او يعني احنا نتكلم باختصار يعني او كونكلوجن الحلقه دي مع دكتور ديان، اللي احنا فهمناه ان قصه الفيتامينز ده مش امر رفاهيه، لا ده امر اساسي. الواحد ممكن يسيب نفسه، والثقافه عندنا او البعض منها محدش بيركز في الموضوع ده، لغايه لما بيبقى فيه مشكله ببتدي بقى اشوف هعالج المشكله ازاي، في حين ان انا ممكن من البدايه لو مشيت صح والوقايه كانت بتاعتي قويه اقدر ان انا ما اوصلش لاي مشاكل بعد كده اصلا على مدار العمر كله. فمهم قوي قوي ان احنا نخلي بالنا من قصه الفيتامينز ونقصها، والتحاليل كمان الدوريه ده مهم جدا طبعا. دكتور دينا يعني نورتينا كالعاده واستفدنا، ولسه اكيد في ملفات كتيره حابين تكوني معانا فيها الفتره اللي جايه ان شاء الله. اكيد اكيد. بشكر حضراتكم اكيد على متابعتنا كالمعتاد، ونشوفكم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.